السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، ونبدأ حلقتنا على طول. ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، إنك تفعل الجرس عشان تجيلك آخر تنبيهات قناة خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة درسنا عن أسس وفن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. النهاردة هنتكلم عن مبادئ الترجمة اللي بتهم ناس كتير، خصوصا الناس اللي بتدرس في الثانوية العامة، تمام، وبيجي لها قطع ترجمة من اللغة العربية الإنجليزية. وبعد إن شاء الله لما نخلص هنتكلم في الجزء القادم عن الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، تمام. طيب نبدأ كده بأول حاجة. طبعا لازم نفهم في البداية إن في اختلافات ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في تركيب الجملة. عندنا النحو في اللغة العربية معقد وكبير، وممكن الجملة تبدأ بكذا شكل. عندنا في اللغة الإنجليزية النحو أبسط، أو الجرامر أبسط وأسهل، والجملة ليها شكل واحد أو شكلين بالكتير، تمام. من الفروقات المهمة جدا إن اللغة الإنجليزية دايما بتبدأ بفاعل، خلاص كده، فتبدأ الجملة في اللغة الإنجليزية بالفاعل وبعدين الفعل. الجملة العربية في اللغة العربية بتبدأ بالفعل أو بالمبتدأ، تمام. يعني مثلا في اللغة العربية تقول تهتم الحكومة، وممكن تقول الحكومة تهتم، يعني ممكن تبدأ بالحكومة اللي هي الفاعل تهتم الفعل، أو تبدأ بالفعل اللي هو تهتم ثم الفاعل الحكومة تهتم الحكومة. في الإنجليزي لازم نبدأ بالفاعل اللي هي الحكومة. يبقى ما تيجي تترجم أي حاجة فيها فعل ثم فاعل تخليها فاعل ثم فعل، تمام كده. نقول كده الترجمة اللي معانا النهاردة: تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بإقامة المشروعات الضخمة في سيناء وصعيد مصر والوادي الجديد. طيب نقولها ازاي؟ اولا هنبدأ بكلمة الحكومة باللغة الانجليزية زي ما قلنا، الفاعل الاول يبقى the government. طيب تهتم اهتماما كبيرا، طبعا تهتم interested in، طبعا ما ننساش is the government is greatly interested، تهتم اهتماما كبيرا بإقامة المشروعات. الباء هنا تترجم إلى interested in، يعني in هنا حرف الجر التابع لكلمة interested هيبقى هو الباء. in setting up، setting up إقامة المشروعات الضخمة huge projects، huge projects. طيب في سيناء in Sinai، وصعيد مصر، طبعا الواو هنا تترجم إلى كوما فاصلة، Sinai, Upper Egypt والوادي الجديد and the new valley. ملاحظين هنا ان في شوية حاجات عملناها. اول حاجة بدأنا بالفاعل the government، تمام كده. بنحتاج الفعل، اوكي، الفعل اللي هو is، طبعا interested in مهتم بي، دي تعتبر في اللغة الانجليزية I'm interested in، يعني انا مهتم بي، تمام كده. يبقى is interested in setting up، إنشاء أو إقامة huge projects، مشروعات ضخمة in Sinai, Upper Egypt and the New Valley. ننتقل للنقطة الثانية. الجملة العربية قد تستغني عن الفعل، ولكن لابد من وجود فعل في الجملة الإنجليزية، فنستخدم verb to be مثلا في زي في ترجمة العلم سلاح ذو حدين. فنقول مثلا science is، هنا العلم سلاح، المفروض العلم يكون سلاح، تمام. يبقى هنا احنا محتاجين verb to be، ما ينفعش اقول science على طول واكمل، لا science is. طيب سلاح ذو حدين ده مصطلح عندي في اللغة الإنجليزية a double edged weapon، a double edged weapon، العلم سلاح ذو حدين. اوكي، ثلاثة، الصفة تأتي قبل الاسم عكس اللغة العربية، ويسبقها إيه أو آن إذا كان الاسم مفرد. يعني إيه؟ أنا عندي صفة وعندي اسم. في اللغة العربية بتقول دور رئيسي
تمام في اللغة الإنجليزية تجيب كلمة رئيسي الأول اللي هي تعتبر صفة للدور، وتقول a main role، a main role، رجل طموح، تقول an ambitious man، an ambitious man، ambitious الأول اللي هي الطموح، بعد كده man. وهنا طبعا an ambitious علشان الصفة تبدأ ب a، ambitious تبدأ ب a حرف متحرك، يبقى an ambitious man. مشاكل خطيرة، لما تيجي نترجم كلمة مشاكل خطيرة نقول serious problems، serious problems، بحيث ان كلمة خطيرة تيجي الاول في اللغة الانجليزية هي serious وبعدين problems. تمام، سهلة كده موضوع الصفة والاسم. ننتقل الى الجزء الرابع معانا النهاردة، كلمات التوكيد في اللغة العربية ليس لها ترجمة. هي ليس لها ترجمة ولكن بتتحط في زمن معين. مثال، ايه هي كلمات التوكيد؟ زي مثلا لقد، مثلا كلمة أن، خلاص دي كلمات توكيد في اللغة العربية. لما تيجي تترجمها تحط الفعل في المضارع التام، حط الفعل في المضارع التام. تمام، إذا كان الجملة ليس لها وقت محدد يبقى نحط الجملة في المضارع التام. مثال، لقد اهتمت الدولة بالتعليم. خلاص، ممكن ترجم كلمة الدولة إلى the state أو the country، بس الأفضل نقول the state، يعني ده مصطلح هنا بمعنى كلمة الدولة كدولة إدارية مش كدولة بشكل عام زي country. the state اهتمت، has taken great interest، has taken، لقد اهتمت. الترجمة الكاملة has taken great interest، يعني اهتمام كبير، ولت اهتمام كبير او اهتمت in education، بالتعليم. نشوف الجملة التانية، لقد ساعد العلم الانسان على ان يحيا حياة مريحة. يبقى science، لقد ساعد، قلنا تترجم الى مضارع التام اللي هو has و have زائد التصريف الثالث، يبقى ساعد has helped، science has helped man، ساعد الانسان، man هنا اللي هو الانسان، على ان يحيا to lead، to lead حياة مريحة، a comfortable life. طبعا كلمة مريحة قبل حياة في اللغة الانجليزية. تمام، لقد اصبح من الواضح ان الادمان هو وباء العصر. طيب لقد اصبح it has become زي ما فهمنا قبل كده، واضحا clear، ان تترجم الى that، it has become clear that addiction الادمان is the plague of the age، plague وباء، the age اللي هو العصر. لقد شهدت مصر قفزة حضارية كبيرة في جميع المجالات. Egypt has witnessed a great cultural leap in all fields. Egypt، لقد شهدت، يبقى نبدأ الأول بالفعل طبعا اللي هو مصر، Egypt. لقد شهدت تبقى has witnessed قفزة حضارية كبيرة، a great cultural، حضاري أو ثقافي، leap قفزة، a great cultural leap في جميع المجالات in all fields. طيب إذا لقينا كلمة لقد ولقينا كلمة بتدل على الماضي، هنا مش بنحط لقد في المضارع التام، مش بنحطها في زمن المضارع التام، بنحطها في زمن الماضي البسيط. لقد اتصل بي أمس هاتفيا، يبقى نقول he telephoned، محدش هنا يقول has telephoned بقى، he telephoned me، ليه؟ عشان في كلمة yesterday. اوكي، طيب لو في اي اسئلة سيبوها لي تحت. نمبر 6، يراعى زمن الجملة وصيغتها في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. طيب لما نقول تعتبر السياحة مصدرا هاما، تعتبر السياحة مصدرا هاما، تعتبر يعني في ناس بتعتبرها مصدر هام، الدولة او الناس بيعتبروها مصدر هام، يبقى هنا الجملة مبنية للمجهول، فنقول tourism is considered، البناء للمجهول في زمن المضارع البسيط بنحط is او are زائد التصريف التالت، يبقى tourism is considered an important source، تعتبر مصدرا هاما. طيب نركز كده في الجملة التانية، نعتبر السياحة مصدرا هاما، احنا موجودين اهو واحنا الفاعل، احنا اللي بنعتبر
أصل الجملة دي نحن نعتبر السياحة مصدرا هاما. إذا هنا في فاعل في النون اللي في كلمة نعتبر. إذا الجملة دي مبنية للمعلوم، يعني لابد أن تبدأ بفاعل اللي هو هنا we. We consider tourism، نحن نعتبر السياحة أو نعتبر السياحة an important source. تمام كده. number 7، بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لا تأخذ حرف جر بينما تأخذ في اللغة العربية. مثال كلمة join يلتحق، يجب أن يلتحق الطالب بالكلية التي تناسب مواهبه وقدرته. طيب طبعا لازم قلنا نبدأ بالفعل اللي هو هنا الطالب اللي هو student. a student الطالب. should هنا ترجمة يجب. طيب أن يلتحق بالكلية، يلتحق بالإيه؟ بالكلية، يبقى students should join. خلاص الباقي هنا ملهاش ترجمة، حرف الجر هنا يعتبر لاغي في اللغة الإنجليزية. a student should join the faculty، الكلية، faculty الكلية، which suits التي تناسب his talents قدراته and abilities، sorry talents مواهبه and abilities قدراته. تمام. طب هسيب لكم المذكرة. المذكرة جميلة جدا، بتحتوي على كثير من كلمات الترجمة الهامة وترجمة المعاني وبعض أمثلة للترجمة. طبعا إن شاء الله إذا حابين نشرح بعض أمثلة من أمثلة الترجمة من اللغة العربية للغة الإنجليزية، فسيبولي في التعليق في الكومنتس تحت، وإن شاء الله نعمل جزء تاني نترجم فيه مجموعة من التراجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية، ونشوف بتتم إزاي مع بعض، وإن شاء الله نعمل الجزء اللي بعد كده من اللغة الإنجليزية للغة العربية. إذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.